أعتقد أن الصيغة في هذا الخبر، الخبر الأول طبعاً اللي بيتكلم عن أو بيتحدث عن ملكة جمال الصعيد، غريبة بالنسبة لنا، ما سمعناش قبل كده عن مسابقة ملكة جمال الصعيد. معرفش ده تقصير مننا ولا الفكرة جديدة، لكن اللي جد فيها هو أن الدكتورة منى المهدي أستاذ الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة أسيوط أعلنت عن اعتذارها عن عضوية اللجنة، لجنة ملكة جمال الصعيد، وزي ما هي بتقول أن ده بسبب مهاجمتها وبسبب يعني تهديدها بالقتل. المفروض أن ملكة جمال الصعيد المفروض أنها تتعمل، يعني هيكون يوم الاثنين اللي جاي 10 أكتوبر في مدينة أسيوط تحديدا. عايزين نتعرف أكتر على يعني هذه المسابقة في الصعيد، مش متوقع ومن المستغرب ان يكون الصعيد يتعمل فيها حاجة زي كده، بس في منتهى الروعة. جميل قوي ان احنا نتكلم عن افكار وعن ربما كمان ثقافات جديدة بتدخل، لان ملكة الجمال لا تعتمد فقط على الجمال، انها بتعتمد على حاجات اكبر واهم، عن الثقافة، عن العلم، عن الطموح، عن رؤية مختلفة كمان لهي، خصوصا بقى لو كانت في الصعيد. احنا بينضم لينا الدكتورة والأستاذة فاطمة بكر، منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد. مساء الخير يا أستاذة فاطمة. يا نور، أهلا بيكي. ومحتاجين نتعرف الأول على المسابقة كمسابقة، امتى يعني تقريبا بدات هذه الفكره وهذه المسابقه ملكه جمال الصعيد تحديدا؟ المسابقه ابتدت اول، انا ليكي طبعا، اهلا بيك. المسابقه ابتدت، انا سجلتها شهر 8. شهر 8 اللي فات. يعني دي اول فكرة سنه تتعمل فيها ملكه جمال الصعيد. تمام. عدد اللي قدموا فيها قد ايه؟ انا كان عندي 250 اول تقريبا يعني 10 ايام، وقفلت الباب على كده 250. بنت، وبعد كده لقيت يعني حاليا في ناس تاني بتقدم طبعا فيها بعد الهجوم اللي حصل، وفي ناس معانا وفي ناس ضدنا. هذه المسابقه معموله فين تحديدا؟ في اسيوط. في اسيوط نفسها المدينه. فين؟ أسيوط نفسها المدينة. أسيوط المدينة دي لكل للصعيد كلها ولا لفتيات أسيوط فقط لا غير؟ لا، للصعيد كلها، بس هي أكثر مشاركات كانت من أسيوط. طيب، بما إن في إقبال على الدخول في مسابقة ملكة جمال الصعيد، في الجانب الآخر هيبقى من المستغرب إن يتم تهديد بالقتل أحد أعضاء اللجنة الدكتورة منى المهدي. لا، انا اعتقد دكتوره مهدي ما حصلهاش تهديد، ما حصلش خالص. دكتوره مهدي ما جالهاش اي تهديد، ما جالهاش اي حاجه، هي الست ممكن تكون طلعت للمهاجمه اللي حصلت. المهاجمه اللي حصلت، نوع المهاجمه دي كان ايه؟ يعني ايه صياغتها؟ المهاجمه الراي، اراء في السوشيال ميديا الموجوده، اللي هي يعني النظام اللي بتتكلم مين مع ومين ضد. تمام؟ لكن هي عشان لكن ما جالهاش تهديد بالقتل، هل تواصلتي معاها؟ لا لا، انا متاكده من الموضوع ده، ما جالهاش تهديد، اي تهديد ما جالهاش الدكتوره منى بالكلام ده نهائي. التهديد ده جه احنا لينا احنا اول يومين، وبعد كده حتى سحب هو الفيديو من على الصفحه بتاعته، يعني ما يعني الكلام خلص، وبعد كده بقت اراء متداوله ما بين مع وما بين ضد الفكره بس. طيب تمام. في سؤال كمان اخر مهم، وهو متعلق ب على اي اساس هتختاروا ملكة جمال الصعيد؟ ايه البنود كده اللي من المفترض ان تجتازها كل فتاة لتكون ملكة جمال الصعيد؟ احنا قلنا من اول ما فتحنا المسابقة دي، واول ما عملناها قلنا على الاجنس، قلنا اول حاجة لازم هتكون، احنا بنتكلم مش احنا بنتكلم في الروح، في المضمون، مستوى التعليم بتاعها، المستوى الادبي، لو قرت كتب، لو قرت روايات، او لو ليها في الثقافه ايه الجزئيه اللي هي فيها هتتناقش فيها. المفروض ان هي تبقى ايه دور الخير اللي بتعمله في المجتمع، لو ليها مشاركه في جمعيات خيريه، دور مجتمعي بتقوله. ولكن الجمال ايضا هيكون ليه نصيب. مفيش جمال شكليا، انا مش بدور على جمال شكليا، انا عايزاها تبقى مضمون، وده قلته من اول يوم ان الجمال هنا بالنسبه لنا مختلف. المسابقه هتتم في توقيتها في 10 اكتوبر باذن الله. ان شاء الله هنكون متابعين معاك وبكل تاكيد، ونتمنى ان المسابقه تتم
على خير ما يحصلش تهديدات بالقتل زي ما الدكتورة منى المهدي أستاذ الصيدلة قالت أو صرحت في ده. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة فاطمة بكر منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد اللي هتكون 10 أكتوبر القادم في أسيوط إن شاء الله. طيب